موضوع برضو تاني يمكن شاغل ناس كتير جدا، وهو التعديلات اللي بتحصل في تويتر. ودي تعديلات بقالها فترة بتحصل، يعني من أول ما إيلون ماسك استلم هذه المنصة وفي تعديلات بتحصل. أكتر تعديل أثار كل المشتركين في هذه المنصة كان مسألة التوثيق الخاص بالحسابات، وإنه ده بعد كده هيدفع عليه فلوس، وكل الشخصيات العامة الموجودة ابتدت تقولك لا طب خلاص احنا مش عايزين هذه العلامة. وحديث حول التغييرات دي يمكن امبارح حصل، إنه بعض المستخدمين ما بقوش عارفين يشوفوا التغريدات بشكل يعني المعتاد عليه. الناس افتكرت انه في عطل في تويتر، وبعدين خرج ايلون ماسك يشرح انه ده اتعمل ازاي، وكل حساب الحساب تقريبا الموثق هيقدر يشوف 8000 تغريده، والغير موثق ليه عدد، والحسابات الجديده ليها عدد اخر. وده خلى الناس ابتدت تشوف ازاي ممكن تتغلب على هذه القيود. تحدث هو كمان عن اهدافه من هذه التغييرات، وناس كتير ربطت ده بمسألة الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي، وانه ازاي بياخد البيانات من تويتر. وإيلون ماسك نفسه اتكلم عن مسألة انه وجود جهات ما بعينها بتستقي معلوماتها من تويتر بقى بيخلي الموقع الناس المشتركين فيه مش بيقدروا يدخلوا عليه. هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن الموضوع ده، وايه اللي بيحصل في تويتر، وازاي الناس ممكن تتعامل مع التغييرات اللي بتحصل في هذا الموقع. دلوقتي معانا على التليفون المهندس احمد والي، رئيس قسم نقل البيانات في احدى شركات الاتصالات. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس، وكل سنه وحضرتك بخير. وحكايه تويتر ايه؟ لانه كل شويه في تغيير، يعني وتغيير كبير في سياسات تويتر. ايه اللي بيحصل، ويا ترى ايه الاهداف الحقيقيه من ورا الكلام ده؟ مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ وكل سنه وحضرتك طيبه وكل المصريين بخير. وحضرتك بخير يا فندم. اللي حصل ان الناس امبارح صحيت من النوم لقيت نفسها زي ما حضرتك قلتي مش عارفه تخش على تويتر بنفس الكميه اللي كانت بتخش عليها قبل كده، يعني كانت بتفتح وتقلب براحتها. اكتشفوا ان هم لا وصلوا الليمت كده، فبعت لهم رساله قالت لهم انتوا عديتوا الليمت المسموح. بعد كده اكتشفوا ان ايلون ماسك طلع تويته قال ان احنا هنعمل ليمت لعدد التويتات اللي تقدر تقراها، مش اللي تقدر تكتبها، اللي تقدر تقراها. اللي مشترك وعامل العلامه الزرقاء او دافع الاشتراك هيقدر يقرا لحد 6000 تويته في اليوم. اللي مش دافع الاشتراك هيدفع هيقرا لغايه 600 تويته في اليوم، واللي هيعمل اكونت جديد يعني لسه ما دخلش تويتر ولسه هيخش يعمل اكونت جديد ومش دافع الاشتراك هيقرا لغايه 600 تويته في اليوم. وقال سون عن قريب يعني الرقم ده هيرتفع ل 8000 للمشترك و400 للغير مشترك، بس ما قالش سون ده امتى. طيب هو عمل كده ليه؟ هو كتب في التويته بتاعته قال كلمه كده في النص قال تو ادريس ذا اكستريم ليفلز اوف داتا سكرابينج. يعني ايه داتا سكرابينج؟ ببساطه كده ان في ناس عندها برامج وسوفت وير تقدر تعمل مسح لكل التويتات اللي اتكتبت في العالم، وتقدر تجمع المعلومات المتعثره في كل التويتات وتطلع منها قاعده بيانات فيها معلومات قيمه جدا. بمعنى فلنفرض نضرب مثلا، مثلا واحد عمل برنامج يبحث عن كلمه مثلا محمد صلاح ده على سبيل المثال يعني. فهيعمل مسح لتويتر في كل اللي كتبوا كلمه محمد صلاح في تويتر في العالم كله. هيقدر يجمع بيانات مبعثره، يعني كل واحد كتب رايه في محمد صلاح في مكان ما، هيجمع المعلومات المبعثره دي هيطلع منها في كم واحد بيحبه، كم واحد ما بيحبوش، كم واحد عايز يكمل في النادي بتاعه، كم واحد مش عايز يكمل في النادي بتاعه، كم واحد شايفه يعتزل، كم واحد مش شايفه يعتزل، فهتطلع بيانات كتير قوي. لو واحد عمل كده على موقع زي بيع المنتجات زي علي بابا مثلا، المعلومات فيه موجوده بس مبعثره، يعني كل منتج مكتوب قدامه السعر بتاعه. انا لو خدت المعلومات دي وجمعتها وحطيتها في اكسل شيت كل منتج اسمه ايه وسعره كام وبعت الكلام ده للمنافسين بتوعها فهي قاعده بيانات قيمه جدا. فطلع ايلون ماسك قال الموضوع ده بقى زاد جدا على تويتر، وجمع المعلومات المبعثره وتجميعها في شكل ريبورت في اكسل شيت وان هم يبيعوها للشركات المهتمه بهذه البيانات، فالموضوع زاد جدا وهو عايز يقلل الموضوع ده. الموضوع ده بيشتغل ازاي؟ ان هو بيعمل سكان او مسح لكل التويتس اللي مكتوبه في العالم، فقال طيب انا خلي الحد الاقصى للتويتس اللي اي حد يقدر يقراها عدد معين في اليوم، بحيث البرامج اللي بتعتمد على المسح اليومي بكميات بالملايين ده تتوقف وما تقدرش تعمل الموضوع ده. طيب هم كتويتر متضررين في ايه؟ يعني هو كايلون ماسك متضرر في ايه؟ هو في شقين في الموضوع ده. اولا هو ميز اللي دافع فلوس عن اللي مش دافع فلوس. اللي دافع فلوس هيقدر يشوف اكثر. ففي ناس بتقول ان ايلون ماسك بيوجه الناس انها تشترك
في تويتر بدل ما تبقى خدمه مجانيه يوجههم ان هم يدفعوا. وكمان يا باشمهندس هو اللي ما عندوش اكاونت على تويتر دلوقتي ما يقدرش يدخل يشوف تويتر ما زي ما كان بيحصل قبل كده، لازم تعمل حساب، يعني ده حصل في التعديلات الجديده، الا اذا صحيح. كانت التويتر دي متاخده على موقع تاني. صحيح، وحتى لو دخل جديد هي برضه عنده ليميت اقل من اللي موجود من قبل كده، يعني من اول ما طلع التويتر دي اللي دخل جديد هيبقى برضه الليميت بتاعه اقل من اللي موجود اصلا. فهل هو بيدفع الناس انها تدفع اشتراك؟ ده في راي. في راي ثاني وهو الراي التقني في الموضوع، ان هو عمليه المسح السكرابنج دي اللي هو قال عليها على تويتر بتعمل حمل على اجهزه تويتر. بتعمل تحميل على الشبكه بتاعت تويتر، ان مش بس المستخدمين اللي بيقلبوا في تويتر هم اللي موجودين، لا ده في برامج داخله تعمل مسح وتاليف في تويتر فبتعمل تحميل على الاجهزه بتاعت تويتر. طب هي البرامج دي جديده يا باشمهندس؟ يعني لو هي البرامج دي جديده؟ يعني لو هي هي اللي احدثت انه في يعني تقل على تويتر، هل دي حاجه جديده؟ لا مش جديده، هي موجوده من زمان، ولكن ايلون ماسك دايما لازم يفاجئ الناس بحاجه كده ضد التيار، يعني محدش عارف اللي في دماغه ايه بالظبط، هل هو عايز يخلي الناس تدفع فلوس ولا فعلا المهندسين عنده اشتكوا من الحمل الزياده على الشبكه وقالوا له احنا مثلا عشان نقدر نتعايش مع الحمل الزياده اللي بيحصل ده محتاجين ندفع كذا وكذا وكذا علشان نكبر الشبكه ونخليها تتعامل مع الحمل الزياده، فممكن يكون قال لهم لا مش هنزود مش هندفع فلوس على الشبكه، احنا هنقلل الضغط على الشبكه. فهو في سببين ممكن يكون عمل عشانهم كده، السبب ان هو يخلي الناس تدفع فلوس، او يكون في فعلا سبب تقني انه في حمل على الشبكه بسبب اللي هو كتبه في تويتر ده اللي هو الداتا سكرابنج، لما يحصل حمل المستخدمين العاديين هيحسوا ببطء في الخدمه، يعني هم فاتحين تويتر هيلاقوا تويتر بطيء لان الاجهزه مش قادره تتعامل مع كل الحمل اللي عليها. فده طيب. ممكن يكون سبب كده او سبب كده. برايك يا باشمهندس اللي بيحصل ده من تغييرات ما يخليش الناس تروح لمنصات اخرى؟ هو ده حصل فعلا امبارح في احد الشركات المنافسه او المنصات المنافسه اسمها بلو سكاي على ما اذكر، وقفت الاشتراك عندها لان كميه الناس اللي سابت تويتر او يعني المشتركين تويتر اللي راحوا يشتركوا عندها كتير جدا لدرجه الشبكه بتاعتها ما قدرتش تتحمل فوقفت الاشتراكات الجديده. لكن هل معنى ان الناس عملت اشتراك في منصه ثانيه ان هي هتسيب تويتر؟ انا لا اظن يعني. فهو الاهم كمان ان في انتقادات حصلت للقرار ده ان هو تداعياته ايه؟ النهارده منصات التواصل الاجتماعي بتعتمد على الاعلانات في المكسب بتاعها. صحيح. فالنهارده اي منصه بتبقى عايزه المستخدم بتاعها يفضل على المنصه بتاعها اطول فتره ممكنه، يعني يوتيوب فيسبوك بتحاول تغري دايما المستخدم انه ما يخرجش من عندها، طول ما المستخدمين قاعدين فتره اطول على المنصه عندها فرصه انها تعرض اعلانات لناس اكثر، وبالتالي المعلنين هيجوا يعلنوا عندها اكثر، فالمكسب بتاعها معتمد على بقاء الناس في المنصه لاطول فتره ممكنه. طيب النهارده ايلون ماسك عمل حاجه عكس ده كله تماما، ده بيقول لهم انت ليك 600 تويتر وهتخرج. فده عكس التيار تماما، فالناس التيار كله ماشي في اتجاه الشمال، ايلون ماسك ماشي في اتجاه اليمين. هل الكلام ده بقى هيطلع صح وبعد شويه الناس هتقول عليه ده عبقري بيزنس وخد القرار الناس كلها مش شايفاه؟ ساعتها الناس كلها هتقول عليه ده انت عبقري والناس كلها هتقلده. ايه اللي يخلي يا باشمهندس القرار ده يطلع صح؟ يعني ايه اللي يحصل فنقول ان ساعتها كان اتخاذ القرارات دي للناس دلوقتي شايفاها قرارات غير صائبه وفي استياء من كل يعني مستخدمي تويتر لهذه القرارات؟ ايه اللي ممكن يحصل فانتوا يعني كمختصين تشوفوا انه اخذ القرارات الصحيحه؟ هو قرار هيبقى صحيح هيختلف صحته من عدمها من وجهه نظر المستخدم ولا المالك؟ المالك لو الشركه حققت مكاسب اكثر وطلع ان قراره كان سليم وابتدت تويتر الماركت شير بتاعها يزيد ومكسبها يزيد مش بعيد يقولوا عليه عبقري بيزنس، وان الناس اللي حواليه كلهم شركات المنصات الثانيه كلهم يقلدوه بعد كده ونلاقي فيسبوك ويوتيوب. ما هو دي نقطه مهمه يا باشمهندس، الناس عندها دلوقتي تخوف، وحضرتك اكيد تعلم انه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقى جزء اساسي في حياه الناس، فالناس خايفه تصحى الصبح تلاقي فيسبوك بقى بفلوس، انستجرام بقى بفلوس، فحقيقه انه ده ممكن يحصل ايه وتنتقل السياسات اللي بتمارس دلوقتي في تويتر لباقي المنصات؟ والله هو وارد، يعني احنا ما نقدرش نبذل طالما الموضوع خاضع لاصحاب الشركات دي، مفيش قانون يجبرهم يدوا الخدمه مجانا او غير مجانا، لكن هم حاليا مستفيدين من مجانيه الخدمه لان هي المكسب قائم على فكره الاعلانات. الاعلانات كل ما الناس المشتركين عندها بيزيدوا فالاعلانات بتزيد فبيكسبوا اكتر. لكن ايلون ماسك عمل قاعده جديده، لو نجحت ممكن التانيين يقلدوه، لو ما نجحتش محدش هيقلده. لكن من وجهه نظر بقى المستخدمين، انت يقولوا القرار ده سليم ولا مش سليم، هو من اول يوم هو مش قرار سليم بالنسبه للمستخدم. صحيح. يعني المستخدم بعد ما كان بيقلب وبراحته كل يوم، وفي ناس عايشه على تويتر على طول، يعني مقضيه يومها كله على تويتر. طبعا. النهارده تقول له انت هتقعد ساعه ولا ساعتين وهتخرج، فبالنسبه للمستخدمين هو من دي 1 قرار خاطئ.
لكن بالنسبه للبيزنس مان بقى نفسه قرار خاطئ ولا لا، كلها هتبقى خاضعه طبعا لقوانين المكسب وحقق مكاسب اكثر ولا لا. لسه هنشوف. انا بشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس، باشمهندس احمد والي رئيس قسم نقل المعلومات في احدى شركات الاتصالات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.